السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. أرحب بكم اليوم في مختبر الحاسب الآلي بمدرسة الفاحل النموذجية للمرحلتين المتوسطة والثانوية. معكم اليوم الأستاذة ريهام هاني، رئيسة قسم الحاسب الآلي بالمدرسة، وبإذن الله تعالى سوف نستوفي معا شرح تقنية اليو بوينتر، وهي أداة بموجبها أستطيع تحويل السبورة العادية إلى سبورة تفاعلية تساعدني في شرح الدروس للطلبة في شتى المجالات العلمية والعملية. أولا نبدأ بالتكلم عن التقنية، وهي تقنية صغيرة تأتي في علبة يكون بداخلها سي دي أو أسطوانة التعريف، وتوصلت اليو اس بي مع الكاميرا الخاصة بالتقنية مع القلم الذي يتم استخدامه للشرح على السبورة. طبعا نضع السي دي داخل محرك الأقراص، نتوجه معا إلى تشغيله طبعا لتعريفه وتحميله. طبعا عندما أضغط عليه يبدأ التحميل تلقائيا، كل ما عليه فقط هو اتباع الأوامر. طبعا هذه الرسالة تظهر لي أعطي له السماح بتشغيل البرنامج. طبعا كما نرى واجهة البرنامج الخاصة بالتعريف محتوية على العديد من البنود، وأهمها Install Your Pointer لتحميل البرنامج. أضغط عليها وأبدأ القراءة مع الخطوات، تحديد اللغة، ومن ثم أبدأ التعريف التالي التالي التالي. طبعا لن أتطرق الآن إلى إعادة التحميل لأنه قد تم التحميل مسبقا للبرنامج. كما ترون أظهرت عندي رسالة، طبعا ايضا ما يهمني هو ان احمل ايضا انستول اي برو، وهو برنامج مهم جدا يساعدني في تشغيل الدروس بعد تسجيلها عن طريق الاداة حتى استطيع اعادة الشرح فيما بعد. بعد الانتهاء من التحميل أو التنصيب الخاص ببرنامج التقنية، طبعا يظهر عندي هذه الأيقونة، أيقونة اي برو 4 وأيقونة اي برو بلاير، وعندي أيقونة اليو بوينتر. وهذه الأيقونة من أهم الأيقونات عندي لتشغيل الأداة، حيث أنه يفضل إعادة التنصيب مجددا عند البدء في العمل على الحاسب الآلي حتى تستطيع إعادة تعيين حدود سبورتك. طبعا عند الضغط على الأيقونة ضغط مزدوج تظهر لدي هذه الرسالة، أقول له يس للسماح بالعمل. طبعا لدي هنا أنا أعمل على التقنية، فسوف أقوم الآن بإغلاقها وإعادة التنصيب. سوف اختار exit ثم ابدأ هنا مرة اخرى الضغط السماح بالعمل للبرنامج. تتظهر عندي البرنامج واتبع الخطوات والاوامر المطلوبة. كما نرى سوف تظهر الايقونة في الاسفل في شريط المهام. عند الضغط عليها تظهر عندي قائمة منسدلة، اختار start wizard. طبعا في هذه المرحلة لا أستطيع العمل على القلم مباشرة، فهذه الرسالة تنص على ذلك. سوف أضغط نعم أو يس. تظهر عندي شاشة البرنامج الخاصة بالتفعيل، طبعا سوف أجعلها على الديفولت. ثم التالي سوف يبدأ أولا بالضغط على Start Alignment علشان لكي أستطيع تحديد مكان السبورة الخاص بي
للكاميرا حيث كما ترون أنا الآن أستطيع أن أحدد السبورة الخاصة بي ثم أضغط موافق. أتجه الآن إلى الخطوة التالية وهي استخدام القلم. كما ترون يظهر لدي الآن مؤشر لأضغط باستخدام القلم، ويرجى دائما الانتباه عند استخدام هذا القلم أن لا تجعلي الظل أو تجعل الظل مباشرة أمام كاميرا الأداء، حيث أن ذلك يعرقل عمل الأشعة الخاصة بتفعيل القلم. وأبدأ في هذه اللحظة التوجه إلى السبورة الخاصة وأستخدم القلم لأضغط داخل الدائرة. كما تلاحظون يبدأ التنقل في أماكن مختلفة لأحدد جميع جوانب السبورة. ها الآن قد انتهيت من تنصيب وتشغيل مساحتي الخاصة. الآن أنا أستخدم القلم مباشرة. القلم يكون نيابة عن الفأرة. القلم يأتي برأس عاكس للأشعة، لا يحتوي على زر جانبي لتفعيل الزر الأيمن للفأرة. فبهذه الحالة إذا أردت أنا أن أستخدم الزر الأيمن أطيل الضغط بالقلم، تظهر عندي القائمة الخاصة أو الأداة الخاصة في البرامج بالزر الأيمن كما ترون. حسنا الآن سوف أتوجه إلى أداة مهمة وهي iPro 4. كما تلاحظون الآن هذه الأداة هي كورقة العمل أو كالسبورة الوايت بورد الخاصة لدي. وفي هذه الحالة أستطيع أن أشرح الدرس بطريقة أكثر فاعلية، أكثر جاذبية. وهذه البرمجية لها العديد من المميزات الرائعة جدا في العمل. طبعا الدائرة الموجودة لدي في هذا الجانب أستطيع الوقوف وتحريكها بالسحب والإفلات في أي مكان، وهي تحتوي على الأدوات الخاصة للأداة. ستلاحظون أيضا وجود رقم في زاوية الشاشة، وهي تحدد لي عدد الشرائح الموجودة في أثناء العرض الخاص بي. حسنا سوف نبدأ الآن الاسترسال في شرح الأدوات. طبعا سوف تلاحظون هذه الأداة اللي هي Pink Color and Thickness، وهي تهتم بحجم القلم خط القلم، وتهتم باختيار الألوان التي سوف يتم استخدامها أثناء الشرح. واللون والقلم خط القلم المستخدم حاليا كما ترين يحدد بخط اللون الأحمر. طبعا سوف أبدأ اختيار الخط الأسمك قليلا، سوف أقوم بتغيير اللون إلى اللون الأحمر، وبهذه الطريقة سوف يتم الآن تفعيل القلم لدي. وأبدأ بالكتابة مباشرة على السبورة. كما ترون بهذه الطريقة بما يتناسب مع أداة الشرح الخاصة بي. وهذه هي الأداة الأولى لدي حاليا. ماذا تحتاجين للاستخدام أو تحتاج إلى الاستخدام أثناء عملية الشرح؟ لدي أيضا من الأدوات المهمة الممحات، وأعطاني البرنامج الخاص بالأداة اختيار ثلاثة أنواع من طريقة المسح All، وهو لإزالة جميع ما في النافذة أمامي. يسألك للتأكد هل تريد مسح الكل، إما نعم أو لا.
أنا سوف أقول نعم. كما ترون أعادت الصفحة بيضاء كما كانت سابقا. سوف أعود للكتابة مرة أخرى. في هذه الحالة لدي اختيار آخر، وهي مسح كائن. فعند اختيار هذه الأداة لن يحدث شيء، لن تظهر لي رسالة، ولكن سألاحظ تغير شكل مؤشر القلم إلى شكل اليد كما هو ملاحظ لدي حاليا. وهذا ما أعنيه هو أن أؤشر على الكائن المراد مسحه، وبالتالي تتم عملية المسح كما ترون حاليا. جزء جزء وليس الكل كما هو أمامنا حاليا. هذه الحالة الثانية. الحالة الأخيرة وهي باختيار الجزء المراد مسحه. كما ترون تغير مؤشر القلم إلى علامة الزائد، وبهذه الطريقة أقوم بالضغط والسحب، يقوم بمسح الجزء المحدد فقط. الآن شاهدنا أداتين فقط، وهي أداة الخاصة بتحديد خط القلم ولونه، يعني سمك القلم ولونه، والأداة الثانية هي الممحاة. أيضا ماذا يوجد لدي من الأدوات المهمة؟ أن أختار نوع القلم، إذا كنت أريد شكلا أم أريد قلما أم أريد ريشة للرسم. كما ترون أنا الآن أستخدم أداة القلم. يوجد أيضا أداة التظليل، وهي تجعلك تظلل على الشيء، نفس استخدام الأقلام الفسفورية للتحديد على الكتابة المهمة. أيضا من ضمن الأدوات الموجودة لدي الفرشاة، ولاحظنا عند استخدام الفرشاة تغلق أداة التظليل الهايلايت مود لأنها لا تفعل مع أداة الريشة كما نلاحظ. أنا ها هو خط الريشة، يختلف قليلا عن استخدام الخط الخاص بالقلم. السمك يختلف مع زاوية الكتابة. أيضا من ضمن الأدوات المتوفرة لدي هو استخدام الأشكال والخطوط. سوف استخدم الخط، ربما تريد أن تضع خطا تحت كلمة أو جملة معينة مهمة للفت الانتباه، فأستطيع استخدام القلم بتحويله إلى الأداة أو الشكل الذي أريده من هنا. إما أن أستخدم الشكل المستطيل لتحديد شيء معين، أو أختار تظليل شغلة شيئا معين. وأيضا يوجد لدي الدائرة بالاختيارين ذاتهما للشكل المستطيل. والمتجهات تتوفر لدي كما لاحظنا، سهم ذو رأسين وذهم ذو رأس واحد. هذه بالنسبة للأدوات الخاصة بالكتابة. نأتي إلى شيء مهم، وهو أيضا أولا لنقوم بمسح الكل كما عرفنا سابقا. من الأشياء أيضا المهمة عندي هو أيضا استخدام السبورة.
كما رأيتم الأشكال الموجودة لدي، أولا الشكل الأبيض وهو الديفولت الخاص بالبرنامج، أي الإعدادات الافتراضية للبرنامج تستخدم أولا السبورة البيضاء، ولكن إذا أردت تغيير السبورة واختيار السبورة الخضراء فأنا أستطيع طبعا استخدامها باختيارها من هذه الأداة كما لاحظتم، وأستطيع الكتابة عليها مباشرة. هذه السبورة الخضراء. أما إذا أردنا، ماذا لاحظنا الآن؟ تم تفعيل السهم الخاص بـ previous note، لأن كما قلنا أنه يعتمد على أسلوب الشرائح للعروض. الآن سوف نقوم بمسح هذه العبارة حتى أستطيع تطبيق بشكل أوضح. لدينا الآن اللوحة الخاصة، اللوحة الخاصة بالتربية الموسيقية، حيث أنني أستطيع طبعا هذه الدائرة أستطيع سحبها ووضعها بالزاوية. أستطيع الآن أن أدرج لوحة خاصة بالنوتة الموسيقية، حيث يستطيع مدرسو مادة التربية الموسيقية من استخدامها وكتابة السلم الموسيقي كما ترون للمادة العلمية المطلوبة. ويوجد أيضا لدي English note وهي خاصة بالكتابة للغة الإنجليزية، كما نعلم أن هناك خطوط خاصة للكتابة باللغة الإنجليزية وهي تسمح لي بالكتابة بشكل أفضل بدلا من تسطير السبورة. أيضا يوجد لدي مانوسكريبت نوت وهي خاصة بمادة الرياضيات، حيث نعلم أن لديهم بعض الأمور اللي يكتبوها في داخل المربعات كالأعداد مثلا أو ما شابه، هذه تكون أصلا داعمة لمادة الرياضيات. أيضا يوجد لدي جراف نوت وهي مادة خاصة بالرسم البياني، وطبعا جميعنا نعلم أن الرسم البياني يستخدم أيضا في مادة الرياضيات أكثر شيء من المواد الأخرى. يوجد بعض المواد تستخدم هذه الصفحة، ولكن كما ترون متوفرة لدي، وأستطيع استخدام الأدوات الخاصة بالرسم كما ترون لتسهيل عملية الشرح. وكتابة البيانات بعدها طبعا مع تغيير القلم لكتابة البيانات المطلوبة بهذه الطريقة. تماما بهذه الطريقة. أيضا يوجد لدي صفحة أخرى وهي كما ترون أداة خاصة بظهور جميع الشرائح التي تمت إضافتها للتعامل معها كما ترون، وبهذه الطريقة أستطيع حذف أي شريحة موجودة أو متوفرة لدي ولا أرغب بوجودها. مثلا لنختار هذه الشريحة ونضغط حذف أو ديليت، ويعطيك سؤالا أو يعطيك سؤالا للتأكد من عملية الحذف، وثم أغلق كلوز. بهذه الطريقة تم حذف الشريحة السابقة.
نستكمل الآن باقي أدوات البرنامج. وفي هذه الأداة يتم إدراك بعض المستندات الخاصة لشرح والاستخدام على البرنامج. أستطيع تحديد الملفات التي تم تخزينها مسبقا وإدراجها مباشرة. قد تم تخزين هذه الأوراق مسبقا. فتح، تتم عملية الإدراك كما شاهدنا. نفس هذه الرسالة تظهر عند إدراك من الكتب الإلكترونية، حيث فقط أضغط أداة الطباعة وأختار اسم البرنامج الخاص عند مسبقا. لا يجب فتح البرنامج، لا أستطيع الإدراك. كما شاهدنا هذه الصور كانت محفوظة من كتاب مسبق، كتاب إلكتروني PDF. أستطيع تغيير اتجاه الورقة من هنا بتحديد هذه الأداة. إن كانت الأمور كما يجب أضغط Import إدراج. يقوم الآن بإدراج الصفحات كما ترون بهذه الطريقة. أيضا أستطيع التنقل بين الصفحات كما شاهدنا. حسنا، ويوجد أيضا أداة أخرى كهذه Clip Art، تسمح لي بإدراج بعض الصور الخاصة المتوفرة في مكتبة البرنامج كهذه مثلا، أو كمادة أخرى لن نتطرق لها. هذه تفيد في الشرح لمادة التربية البدنية. أيضا توجد لدينا خرائط أو بعض الصور المتوفرة لمادة العلوم. أيضا الخرائط يعني لبعض القارات أو هذه الأشياء. نحن نريد هذه الصورة، أضغط إضافة. طبعا خطأ في الاختيار، نذهب مرة أخرى، ضغط مرتين أو أضغط تحديد الصورة ونضغط إدراج. طبعا هذا هو الكتاب الذي تم إدراج الصور منه مسبقا للعلم فقط. حسنا، أضغط إغلاق. وأستطيع الكتابة طبعا باستخدام القلم وتحديد اللون كما تعلمنا مسبقا. أستطيع أيضا إدراج صور، أي صور متوفرة لدي أستطيع إدراجها. فتح، هذه هي الصورة التي قمت باختيارها الآن. طبعا هذا الاختيار يتيح لي أيضا استخدام الإنترنت وتحميل أي مجموعة من الصور أرغب في استخدامها أثناء عملية الشرح، وبعد ذلك يتم إدراجها كما عرفنا الطريقة إلى البرنامج والتمتع بعملية الشرح مع الطلبة والطالب. هذا خطأ فني. حسنا، نأتي إلى هذه الأداة وهي أداة التكبير والتصغير، حيث أن نلاحظ أن هذه العدسة يوجد بداخلها علامة الزائد، والزائد يعني الزيادة أي تكبير المساحة. طبعا العكس علامة الناقص كما نلاحظ، هذه أصغر قيمة أستطيع التصغير لها. إذا لا تريدون أو لا ترغبون في ذلك، توجد لدينا أداة تكبير حسب الاختيار. ألاحظ تغيير المؤشر، أحدد المكان الذي أريد تكبيره أو المساحة التي أريد تكبيرها وأتنقل من هنا. إذا لم تكونوا ترغبون في ذلك، يوجد لدينا مجموعة من النسب الجاهزة تستطيعون التكبير والتصغير من خلال اختيار النسبة المفيدة لكم أثناء عملية الشرح.
الآن نبدأ في شرح باقي الأدوات المتوفرة لدينا. طبعا تطرقنا إلى هذه الأدوات، طبعا هذه أدوات التسجيل، ومن شروطها يجب توافر الميكروفون مع عملية التسجيل حتى نستطيع إعادة الشرح مرة أخرى. تبقت لنا هذه الأدوات، طبعا هذه للعلم نستطيع استخدام المؤشر للاختيار أو التحريك، إذا كانت صورة صغيرة أستطيع التحريك بواسطة هذه الأداة. هاتان الأداتان هما أهم شيء. توجد هذه الأداة وهي تجعلني عند الضغط عليها سألاحظ الذهاب إلى سطح المكتب. طبعا نحمد الله قد تطرقنا إلى معظم هذه الأدوات. توجد لدينا هذه الأداة لعملية تسجيل الشرح على أثناء الكتابة على السبورة، وفي هذه الحالة لابد من توفر ميكروفون لتسجيل الصوت أثناء الشرح، وهذه الخاصية تساعدنا في تسجيل الشرح أثناء الحصة، حيث أن ذلك يسهل علينا المراجعة للطلبة والطالبات أو إعطاء نسخة من هذا الفيديو للطلبة يساعدهم عند المراجعة أثناء فترة الاختبارات. يوجد لدينا أيضا هذه الأدوات، طبعا هذه الأداة أستخدمها في إدراج صورة أستطيع تنقيلها وتحريكها من مكان إلى آخر، أيضا هذه اختيار شكل من الأشكال، أيضا هذه الأداة وهي مهمة ويندو مود، هذه نلاحظ عند الضغط عليها أقوم بالرجوع مرة أخرى إلى سطح المكتب الخاص بي، وألاحظ ظهور مقبضين على الجانب الأيمن والأيسر من النافذة، وهي نفس الأدوات ولكن لتوفير الوقت والجهد، حيث أن المكان الأقرب أستطيع استغلال المقبض من خلاله. ألاحظ ثلاث اختيارات، الأول يمكنني من أخذ صورة كاملة لسطح المكتب لأقوم بالشرح وإدراجها في البرنامج، أو اختيار جزء معين من النافذة وإدراجها لاستغلالها أثناء الشرح، هذه الأولى. الأخيرة وهي الرجوع مرة أخرى إلى نافذة الكتابة، الأولى لنلاحظ الآن تم أخذ الصورة وإدراجها داخل ضمن البرنامج، ها أنا داخل البرنامج كما نلاحظ، العودة مرة أخرى يتم اختيارها. الاختيار الثاني يسمح لي بأخذ صورة جزئية للجزء المراد شرح، هنا يريد هل يسألك سؤالا وهو إذا كنت تريد إكمال أخذ الصور، أنا لا أرغب، الآن أستطيع استخدام هذه الصورة، والآن سألاحظ تفعيل هذه الأداة، ها هي أستطيع تنقيل الصور المدرجة دفعة واحدة. كما لاحظنا عند العودة فقط أضغط على الزر الأخير يعيدني مرة أخرى. بقيت آخر أداة لدينا لهذا اليوم وهي هذه الأداة، وتمكنني من استخدام بعض الأدوات إلى جانب الأدوات الأساسية الثلاثة التي تعرفنا عليها مسبقا، وهي تساعدني في الكتابة مباشرة على سطح المكتب أثناء الشرح. هبنا من هنا أختار اللون المطلوب وليكن الأبيض، أختار سمك الخط من هنا، وهذا يوفر لي إمكانية الكتابة مباشرة على سطح المكتب مباشرة، أستطيع الشرح مباشرة على أي برنامج أحتاجه، وأيضا يوفر لي أيضا عملية المسح بهذه الطريقة، أو لتوفير الوقت أستطيع استخدام أداة مسح الكل فيقوم بالمسح، وأيضا
هذه الثلاثة أدوات الأساسية إذا رغبت في العودة مجددا إلى شاشة الكتابة واستخدامها. طبعا يوجد لدي في دائرة البرنامج كما علمنا أنني أستطيع الضغط والسحب لتنقيلها إلى أي مكان أرغب فيه. الدائرة الوسطى عند الضغط بالزر الأيمن أو الضغط بواسطة القلم فترة طويلة يقوم بعمل الزر الأيمن للفرق. يوجد هذه القائمة New Lecture لعمل صفحة أو سبورة جديدة، Open لفتح ملف شرح سبق حفظه، Save وSave As. وللعلم أن هناك الفرق في استخدام بين الأداتين، حيث أن Save As أي حفظ باسم يتم استخدامها في أول مرة لعمل العرض أو لعمل نسخة أخرى جديدة منه ونريد تغيير الاسم أو تغيير مسار الحفظ. Save أي حفظ يتم حفظ التعديل على الملف الموجود عندي مسبقا وتم حفظه مسبقا. Save Note لعمل شرح مبسط عن الأداة الموجودة أو المتوفرة لدي. طبعا أستطيع استخدام أداة لوحة المفاتيح. طبعا يوجد أيضا لدي من الأشياء المتوفرة لدي عملية الطباعة. يوجد لدي مجموعة من الأدوات المتوفرة مثل الفيرتوال كيبورد حيث يمكنني استخدامها للكتابة مباشرة أمام الطلبة والطالبات إن رغبنا في شرح شيء معين. يوجد أيضا من التولز المتوفرة سبوتلايت، وهذه الأداة شيقة جدا في تسليط الضوء على شيء معين لجذب الانتباه للطلبة والطالبات أثناء عملية الشرح كما نرى. أيضا يتوفر لدينا ضمن التولز الموجودة، يجب إغلاق هذه الأداة قبل اختيار الأخرى، التولز الموجودة لدي بلند وهي ستارة مدرجة حيث إذا كان لدينا مجموعة من الأسئلة السؤال ويكون تحته الإجابة يمكنني إظهار السؤال أولا وإخفاء الإجابة بالتدريج بهذه الطريقة أمام الطلبة والطالبات، يضفي ذلك نوعا من التشويق. أيضا أستطيع استخدامها في هذا الاتجاه كما نلاحظ، وهي ستارة مساعدة في هذه الأشياء. أيضا يوجد لدينا Tool Bar Position يمكنني وضعه في جهة اليسار بهذه الطريقة، أيضا Top Button Floating الوضع الأسبق Right Top Button في جميع الزوايا الخاصة بالنافذة، Uploaded Center وهذا يسمح لك ب Connected مع الموقع وعمل ID وباسورد خاص بك للدخول على البرنامج كنوع من أنواع الحماية للملفات الشخصية. أيضا Configuration حيث يسمح لنا بالدخول وعمل الإعدادات التي نريدها في البرنامج الخاص بنا وإعدادات التسجيل ومستوى الصوت كما نلاحظ. أيضا Quit iPro يقوم بسؤالك إذا كنت ترغب في حفظ المشروع فنستطيع إعطائه، يعطيك اسما عشوائيا إذا كنا نرغب في إعطاء اسم معين. أستطيع عمل
ذلك. وبهذه الطريقة نكون انتهينا من التعرف على أدوات iPro 4. طبعا إذا تم تسجيل مجموعة من الفيديوهات أستطيع استخدام iPro Player لتشغيل أي ملفات فيديو تم تخزينها مسبقا. ومع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق وفي هذا